بدي هدول الولدين يجوا يقضوا عندي كم يوم. انت معتوه معتوه رسمي. ما رح يصير عليهم شيء، انا بس بدي استخدمهم وسيله ضغط. بوعدك اقسم بشرفي العسكري انه ما حدا رح يلمس شعره منه. لك انت فهمان حالك شو عم تطلب؟ انا ما عم بفهم انت شو بيربطك بهدول الولدين ولا شيء. اصلا ما صار لك بتعرفيهم الا كم شهر. هاي اخر فرصه. حياه ابوك مقابل جيت هالولدين لعندي، وبرجع بطمنك ما رح يصير لهم شيء. مثل ما رح يروحوا مثل ما رح يرجعوا، بس الفرق انه رح يرجع معه ابوك. الفجوة ولازم ليس ليس ولا لو كنت بعدت لي كنت رحت لعندك. أفه داعي تعذب حالك وجاي؟ بقصيد أفه داعي نشوفك هنا؟ لا يا عاصي لا، هيك الزند بيستقبل ضيوفه خاصة من رفيق سلاح قديم؟ دي والله هيك نلو العربة نلو برا وبيحطي إذا الصوصة وحدة تطلع بس نغرق على صرف دمكم يا بو. ولا هالمرة دخلت على بنت الغيابي، بس المرة الجاي ما هو إذا بتقرب على البيت، إذا بتقرب على الضيعة رح بفزر بدنك رصاص، وعسكر الشام كله ما رح يقدر يحميك. ديه